سي عادل نفس السؤال. لا حبيت نعاقب عندي فضل. عندي فضل. حاجات على الترجي. تفضل. انا ولد الترجي ولعبت في شبان الترجي. تفضل. بالنسبه للمستوى اللي يقولوا ضعيف وكل شيء، انا واحد من الناس نوافق الناس اللي يقولوا هكا، لانه لم يقنع. ثم برشا حاجات في الترجي معناها ما كانتش قبل. نشوف اللاعبين معناها ما همش متحضرين بدنيا ولا ذهنيا. ثم غياب صانع العاب في الترجي. انا نقعد بيت كيفاش الترجي في تكوين الشبان ما عندهمش ظهير ايمن او ظهير ايسر او بديل. هذا انا واحد من الناس نستغربوا. معناها الترجي من النوادي الكبار في اكبر نادي في تونس. من اكبر النوادي كيفاش ما يخرجش معناها لاعبين من مركز الشبان؟ هذا سؤال معناها للمسؤولين. تحب تقول لي العمل القاعدي مش هو في الترجي؟ لا مش هو. لو كان هو نشوفوا معناها لاعبين صغار جدد يطلعوا. ثم برشا حاجات. انا سمعت مساعد السي فوزي البنزرتي يخرج في حوار بعد الماتش سفاقس يقول نحن في 20 كره ثابته نسجلوا 60%. انا نشوف حاجات اخرين معناها في الكره الثابته. معناها ممكن ترجم. انا ما شفتش التدريبات بصراحه عندي مده. ما همش يطبقوا في ال كي ما شفتش التدريبات كيفاش تقيم الترجم؟ على حسب الماتش اللي نشوف فيه. نتبع في البطوله كاي معناها كاي واحد معناها من برا نتبع في البطوله معناها بالماتشات الكل. كي نشوف معناها مركاج انديفيدويل ولا كوليكتيف مش موجود نستغرب. معناها ثم برشا حاجات ناقصين. ونرجع لشكون قال قبيليك السي عبد الكريم قال الترجي هارب خمسه نقاط. معناها كي نشوف مستوى الترجي في البطوله التونسيه ونشوف مستوى الفرق الاخرى، اذا الترجي لم يقنع كيفاش باش يقنعوا الاخرين؟ هذا سؤال من عندي لكم انتم. لا احد انا نسالك. ليه؟ انت فني انا يلزمني نسالك. نحكي لك معناها البطوله التونسيه ضعيفه. معناها قبل ما تحكي لي قبل ثم مدرب تونسي نجم يدرب الترجي توا؟ لا. شاطر سي عبد الكريم وسي مختار. اكيد سي عبد الكريم. مانيش ضد المدربين. راهو احيانا نتلقى معناها كومنتارات على الفيسبوك يقولوا لي ضد المدربين التوانسه وانت خارج تونس وانت. انا حتى كي نهبط حاجه معناها مصالحهم هما معناها نحب نفيدهم. انا نرجع معلومه تو ذكرتها 15 سنه التالي. كي نجي لتونس نمشي للجامعه التونسيه. انتم تحكيوا على الجامعه قبيليك. نحاول نعطيهم حاجات جدد اللي صايره غادي. منهم جيت مره قلت لهم كيفاش الفريق الوطني ولا حتى الفرق هذه اكثر من 15 سنه ما عندهمش موعد ذهني. تلفت من جماعه المكتب الجامعي اللي تقول عليهم هذه 15 سنه قام يضحك عليا قال لي يا اخي انت تجيب لنا في المشاكل ولا كيفاش يا اخي الملاعبيه يحب لهم موعد ذهني معناها مهبله. استغربت انا كيفاش معناها يجاوبوني بالسؤال هذا. احيانا معناها نمشي نقترح عليهم حاجات باش نطوروا كره تونسيه معناها اللي نخدموا عليها غادي ما نلقاش التوجه. معناها يراها بسخريه معناها يقول لك هذا يجي باش يعمل لنا مشاكل وباش نغيروا ونعملوا خلينا رايضين ونخدموا كما واضح. سي موجي كيفاش